السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهاردة يا جدعان؟ هنوريكم ازاي تعملوا هيد شوت في فري فاير. فري فاير طبعا انتوا كنتوا بتشوفوا اللاعبين اللي هما البروفيشنال والناس ديت، كنتوا بتقولوا ازاي بيعملوا هيد شوت، ازاي بيعملوا هيد شوت، وان شاء الله نوريكم النهاردة ازاي بيعملوا هيد شوت اللاعبين البروفيشنال خالص دولت. اول حاجة عشان تعمل هيد شوت، اول حاجة انت لازم تتعود على ان انت بعد ما تقتل اصلا، يعني حاجة مهمة ان انت تروح تنزل تلج، ماشي؟ بس انا ما كانش معايا تلج في الفيديو ده. فالمهم فتجيب كده، تنزل زي ما انت هتشوف كده، تروح منزل بتاع لتحت وتطلعه لفوق على طول زي ما انا عملت هيد شوت كده على طول. تنزل بتاع لتحت وتطلعه لفوق، تقعد تنزل البتاع اللي بيضرب لتحت وتطلعه لفوق، ماشي؟ وفي طريقة تانية بقى ان انت ترجع لورا وبعد كده ترجع تنط وتعمل نفس الحركة اللي انا عملتها. فالمهم وفي كذا حاجة، اللي هو اول حاجة اذا هو كان ماشي سريت قدام، لازم تروح عامل ايه، لازم تروح جايب البتاع ده تروح منزله لتحت ومطلعه لفوق. اما اذا كان ماشي على يمين يبقى نزل بتاع الشمال وطلعه لفوق على اليمين، واذا كان ماشي على الشمال نزل بتاع على اليمين وطلعه فوق على الشمال. وكل ده عشان تعمل هيد شوت طبعا، ماشي؟ فالمهم حاجات مهمة قوي هتفيدك في حاجات كتيرة، وتخلي الخصم تقتله على طول من قبل ما هو يدمجك كتير، حتى من قبل ما هو اذا كان هيقتلك يعني ومعاه سلاح سريع، من قبل ما هو يقتلك. وفي لاج معرفش ايه. المهم ده اللي حصل ده. المهم فالمفروض دلوقتي المفروض ان انتوا تتابعوا اللي انا عملته ده، وهجيب لكم شويه كليبات عملت فيها، هخليكم دلوقتي مع شويه كليبات عملت فيها البتاع الحركه بتاعت اللي كان اسمها ايه، اللي هي الحركه اللي انا بوريكم ديت اللي تعمل بيها ايه. اهو بصوا، شفتوا الحركة بتعمل ايه؟ شوفوا الدمج، خلوا بالكم اعملوها، جربوا.
وده كان فيديو تعليم ازاي تعمل بتاع هيد شوت. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام.